موي اش كديري؟ غندير تقليه، غندير فيديو باش ندوي مع الحكومه. علاش امور تتقلبي على المشاكل؟ علاش تنقلب على الحلول؟ اش من حلول؟ الحلول باش الحكومه تجوج البيرات والبيرين في المغرب. حشمي شويه امي، وراه طبنا هذا الله. اكثر من 10 مليون ديال الرجال والعيالات تيتبريماو في هذا الوطن السعيد. وانت شغلك كاينين الناس في البرلمان تينوبوا عليهم. سيب حالك، ما في ما خاص الهضره اللي تجمع هذا. جربنا كاع كنوص البرلمان وتقول واحد صدق، جربنا المالطين، جربنا مولي الحايه، جربنا موليات الصايات القزبات، جربنا موليات الزيوفه، جربنا القاريين، جربنا الحمير، جربنا العروبيه، جربنا الشلوح، جربنا فوزه، وتقول واحد صدق. ياك ما بعيد الشرقي داعي فيهم. انا غنمشي بحالي منك ليهم. وسير الله يديالك الملعون، ما تقولوا الحق ما تخليوا لي يقولوا، ولا قول لي انت حيت مجوج ودافي الله يحرق لي تمك. انا ماشي حميد مهداوي ولا منيب باش ندوي على السياسه، انا غبايره باغا ندوي على البايرين والبايرات بحالي كومو. واش ما ندويش على بنادم كومو؟ ترو سترو. لا لا، الحكومه تتفهمي في المحروقات، ياك تتفهمي. ورا البايرين والبايرات في المغرب راه طلع ليهم الغاز، راه شاعله فيهم العافيه. معاك انت السي الوزير، هيا معاك انت، مالك كبرتي عليها. دابا متسناك انت مراه وصلتي 30 ولا 40 ولا 50 عام وتا راجل ما تسوق ليك، اش غدير؟ عندك جوج طرقان لا ثالث لهما، الاولى طريق الحرام والثانيه طريق الحلال. طريق الحرام سهله، مسهله الشيطان، اعوان الشيطان، الانترنت، الزين اللي فيك، واش جاي يدير؟ جابوا الهواء في نصاصات الليل. طريق الحلال حتى هي سهله، ولكن وعرتوا علينا، لا سمح عليكم، لا دنيا لا دنيا. سؤال شفاوي للسيد الوزير، الا كنتي بايره اش من طريقه تتبعي؟ واش عارف السيد الوزير اش تيطرى للمراه البيره ولا ما عارفش؟ البيره ما تتبقاش تحمل راسها، ما تتبقاش تحمل الشعره في المجوجات، تتقلي ليهم السم، تجيب الصداع مع عيالات خوتها، تتولي غير مريضه ومقنته في الدار، تتولي معيوره عند الناس. وزيد 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 وزيد. السبب في تبيرت نتوما السبب. اولا اللي ما خدام ما ردام مخلص، خاصكم بعدا تشبعوا لي الشهوه ديال المعده باش يولي ادمي، عاد نهضروا معاه على شهوه اخرى. ثانيا اللي خدام وردام ومخلص ومن خلصتو ما تيشيط ليه حتى باش يمشي الحمام ويكرط كمارتو، هذاك باش غيقرب للزواج. ثالثا الطلاق كثر والمدونه تتخلع وبنادم ولا تيقول اش دانا لهذا القرع المشطوري صلعتو. التيتيزات غمشق البات، الميمات دايرين تخفيضات، وجهنم بالجمله. اي فهمتك شنو هي النتائج ديال هذا الزمر ديال التعطال على في الزواج؟ شكرا السيد الوزير على السؤال الشفوي والجواب. اولا قد ما ضيقتوا الطريق ديال الحلال، الطريق ديال الحرام تتولي اوتوروت. ثانيا الا كثرت تعدوا على المينوره القاصرين، راه هذا الزمر جاي من المشكل ديال التعطال في الجواج. ثالثا الا بنادم ولا ياكل لوز ولافوكا وتخلط ليه الماء مع الزيت، راه تيولي كوكوط. نفسوا ليه الكوكوط، بدلوا ليه الجلده باش ما يطرطقش علينا. اللهم اني قد بلغت. سولتيني على الحلول، سؤال زوين، نوح عليك وجواب. خاصكم تزوجوا البايرين والبايرات في المغرب، غتقول لي ومنين جاونا الفلوس؟ غنقول لكم ها منين غيجيو الفلوس. اولا ردوا الفلوس للصنادق، ثانيا ديروا صندوق ديال التزويج، ثالثا الفوسفات الا ما كانش غيساهم ويجوج الناس راه الغاسول احسن منه، رابعا علاش هذوك وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه ما تعاون الناس باش يتزوجوا؟ اما احسن تخسروا الميزانيه على النقش والبوقات والزرابي ولا على بنادم، بنادم عز من زرابي نعماس. خامسا علاش كاع الجماعات الحضاريه والقرويه ما يديروا قاعه ديال الافراح ويكريوها الناس البساطة بثمن رمزي باش حتى هما يعرسوا؟ سادسا علاش التيكيتات ديال السينما وديال الملاعب وزيد 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 طرف من فلوسهم يدوزوا لهذا الصندوق ديال التزويج؟ علاش لا؟ سابعا هذاك اللي باغي ياخذ المرة الثانية والثالثة والرابعة، مالهم يحط واحد شوية ديال الفلوس صحة باش يعاون خوه ياخذ غمرة وحدة؟ ولا قول لي هو باغي دوبل رشاج وحنا نبقاو خارج التغطية؟ ثامنا علاش الزماكرية ما يساهموش مع خوتهم في الحلال؟ دخلتي لايروبور حط اورو ولا دولار، خارج من لايروبور حط اورو ولا دولار، ساهم مع اخوك. تاسعا علاش ما تخدموش البشر وتعلموهم كيفاش يصيدوا ولا حادقين غير مره مره تلوح عليهم شرنه ولا سرديله خنزه؟ عاشرا علاش ما تعطيو جوائز وتشجيعات ماليه لكل واحد غياخذ باير ولا ياخذ بايره ولا غياخذوا بعضياتهم؟ مثلا واحد غياخذ بايره عندها ما بين 50 و 60 عام، ندبروا ليه على خدمه ونخلصوا ليه النص في سكن اقتصادي. واحد اخر غياخذ بايره عندها ما بين 40 و 50 عام، حتى هو ندبروا ليه على خدمه ونخلصوا ليه غير الثلث من سكن اقتصادي. خدموا معنا مخكم، وقبل من مخكم خدموا معنا النيه. الله يرحم لكم الوالدين الا عندكم شي والدين.
السيد الوزير راه بنادم باش يوصل 30 و40 و50 و60 عام وعمره ما باس، عمره ما تباس، عمره ما عنق، عمره ما تعنق، راه فهمتيني.